عارف منو قاعد يصير هو طار بس ما راح نحفرها لانه هو واجبنا مختصاصنا تمام الشور مال اطفال هاي هناك مال طفل قاتل شوف من دندن الطفل هذا الموجودة هاي بطانيات مالتهم هنا لابين جوا أخبرونا بوجود هذه المقبرة الجماعية لعناصر داعش في هذا المكان الغابات، وكما تلاحظون هالمنطقة أنه ساعتهم على الاختفاء وعلى القتل للناس الأبرياء من أهالي القضاء واللي خارج القضاء. هذا اكتشفناه قبل أسبوع تقريبا من أحد المصادر اللي أعطونا من هالمنطقة. والله الرعيان هين يصرحون بل القابة، فجو بلقوا المختار قالوا اكو مقبرة هنا بل يذبحون ويزتون ويدفنونهم بتراب، فالمطر طلع العظام مالتهم الجمجمات هذه مالتهم محفورة يحفون يدفنون هنا وبعدين يساوون حق انهم نفتحوا. لا لا هو مجرد بس اي لا لا هاي على شوف هسه هنا هاي بدلة عسكرية يمكن زين اكو احتمال انه ذول الجنود اللي مثلا كشفنا احنا المنطقة القرية مالتنا بسدها فهاي طريقنا من هنا، هاي طريقنا مالنا من هنا موجود، فعلى طريقنا احنا من نفوت من هنا نشوفهم يعني اللي يذبحونه هذا شوفوا لابسين بدلات حمر نبات نشوفهم اللي يذبحونهم لابسين بدلات حمر هيك نشوفهم يعني واضحين نبات يذبحون مثلا هناك يجيبون لهم هنا يعني واضحين احنا بنشوفهم تمام من ارمون بنا وهذا الميدان مالهم هاي الشواخص هذا الميدان من القصف من هذا الرمي المباشر الكلفان ايضا كان مطبخ لهم منامهم بعض المرات يستخدمون يستخدمون للمنام يستخدمون ايضا للطعام.